يعد الأسبرين من أقدم الأدوية وأكثرها شعبية حول العالم، وينتج سنويا منه نحو 25 مليار قرص. هو مضاد للالتهاب ويستخدم لتسكين آلام مختلفة وتخفيض درجة الحرارة. كذلك يستخدم في عمر متقدم للوقاية من تشكل خثرات دموية من شأنها أن تتسبب بنوبات قلبية أو جلطات دماغية. فهل من مخاطر لهذا الدواء؟ تقرير يلقي الضوء. من المتعارف عليه أن تناول الأسبرين بشكل يومي بعد سن الأربعين يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدماغية، إلا أن ثمة من يشكك في فوائد هذه العادة محذرا من المخاطر التي قد تتسبب فيها. وقد وجد أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية أن الفائدة من تناول الأسبرين لدى معظم الأمريكيين صغيرة جدا، وأنه من المرجح أن ينطوي الأمر على مخاطر حقيقية. وبحسب ما نقلته صحيفة The New York Times الأمريكية، خلص الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين للوقاية وقد تعرضوا بالفعل لنوبة قلبية أو سكتة دماغية في وقت سابق، ويواجهون بالتالي مخاطر أكبر فيما يتعلق بالإصابة بمزيد من النوبات والجلطات، فإن الأسبرين يبقى جزءا من علاجهم وقد يساعدهم في عملية الوقاية. أما الأشخاص الذين لم يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من قبل والذين لا يعانون من أمراض القلب، فاستخدام الأسبرين ليس ضروريا لهم، لا بل قد يعرضهم لمخاطر النزيف، وهو أمر يهدد حياتهم. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف معنا من الدوحة الاختصاصي في جراحة القلب والصدر الدكتور عامر شيخوني. دكتور عامر، صباح الخير. صباح الخير والنور والبركات. أهلا بك دكتور عامر. معظم الناس عندما يتقدمون في السن يلجؤون إلى الأسبرين للوقاية من الجلطات، ما هي الأسباب التي تجعل هذه العادة منتشرة، وهل هذه العادة سليمة برأيك أم أنها مجرد عادة مكتسبة؟ لا يوجد دواء يؤخذ بشكل عادة. يعني هو الدواء حتى الأسبرين، مع أنه من الأدوية العظيمة في تاريخ البشرية والذي استخدم منذ أيام الفراعنة وفي العصور الوسطى واليونانيين، ودواء قديم جدا كان يستخدم كما ذكرتم أساسا كمسكن وكمخفض حرارة وأيضا مضاد لالتهاب المفاصل، وهو تم تصنيعه منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهو أساس شركة باير الألمانية المشهورة. دواء بسيط جدا ومفيد جدا، ولكن إذا أخذ كأي دواء آخر، إذا أخذ بشكل عادة أو بدون استطباب صحيح لاستخدامه، يعني يصبح ضرره ربما أكثر من نفعه. فالمهم أن نعرف ما هي الطرق الصحيحة المثبتة علميا لكي يستخدم الأسبرين بشكل مفيد. فإذا لا يجب أن نستخدم الأسبرين يعني كعادة وكأنه يعني يكاد الناس أن يرشوا على الطعام كالملح. طيب هذا دكتور، طبعاً يعني خطأ. الدراسة التي يظل نتحدث عنها الأسبرين على بساطته مفيدة. الدراسة التي نتحدث عنها هي دراسة حديثة أثبتت أن هناك مخاطر كبيرة للأسبرين، هل يعني ذلك أننا يجب أن نتجنبه أو أن لا نأخذه من دون استشارة طبية؟ الجملة الأخيرة هي الصحيحة، يجب أن لا يؤخذ الأسبرين دون استشارة طبية كأي دواء آخر. يعني كل الأدوية لها يعني آثار جانبية أو أضرار ولها فوائد، وإذا استخدمت بالشكل الصحيح فهي مفيدة، أما إذا استخدمت بشكل غير صحيح فهي ضار. والدراسات على الأسبرين بدأت على نطاق واسع منذ أوائل الثمانينيات، حيث تمت دراسة مهمة في أمريكا على أكثر من 18 ألف طبيب وممرضة وفني وعامل صحي، اشتغلوا نصفهم 9000 أخذوا الأسبرين يوميا للوقاية، والنصف الآخر لم يأخذوا الأسبرين. وبعد متابعتهم 5 سنوات
اتضح أن الذين أخذوا الأسبرين للوقاية حدثت لديهم يعني جلطات وأزمات قلبية وسكتات دماغية أقل مما حدث عند الذين لم يأخذوا الأسبرين. وطبعا في اليوم التالي ظهر الخبر في وسائل الإعلام والتلفزيون والإذاعة وكل مكان أن الأسبرين مفيد، الأسبرين مفيد. وطبعا المشكلة من هنا يعني أنهم لم ينتبهوا إلى تفاصيل تفاصيل الدراسة. يعني من هنا كان سؤالنا، أنه دائما الناس تقول عندما نتقدم في السن يلا ناخذ أسبرين، يعني وكأنها عادة شائعة جدا. فبالتالي لنشرح للمشاهدين متى يجب أن نتناول فعليا الأسبرين، وبما أن الناس تخشى الجلطات دائما، فهل هناك دواء بديل يقي من الجلطات دون عوارض جانبية مثل الذي ممكن أن نتعرض لها بسبب الأسبرين؟ لا يوجد دواء يقي من هذه الإصابات إلا كما ذكرتم في التقرير عند الذين لديهم استعداد لهذه المشكلة، أو عند الذين أصيبوا بالفعل في الماضي بجلطات قلبية أو دماغية. هؤلاء يجب أن يأخذوا الأسبرين بالجرعة المناسبة، وهذا في هذه الحالة هذا الدواء مفيد. أما كوقاية للإنسان الطبيعي الذي ليس عنده قصة أزمة قلبية أو دماغية أو ارتفاع ضغط أو ما إليه، فإن الدراسات أوضحت أن أخذ الأسبرين ربما لا يكون مفيدا للإنسان الطبيعي كوقاية. إذن الوقاية أظهرت الدراسات أن الأسبرين كوقاية في الجرعة الصحيحة اللي هو أسبرين أطفال يقي الناس الطبيعيين من الإصابة بالجلطات بنسبة 10% فقط. أما إذا، وهذا ما قالته الدراسات منذ الثمانينيات حتى الدراسة الأخيرة ب 2016، أن يعني الأسبرين إذا أخذ بهذه الطريقة كعادة عند الأشخاص الذين ليسوا بحاجة له قد يكون فيه أضرار، خاصة عند الرجال أو النساء فوق العمر 70 سنة. أو إذا كان لديهم ارتفاع ضغط، يعني اللي عنده ارتفاع ضغط أو عمره فوق 70، أو لديه أزمة قرحة معدية أو هضمية. هؤلاء الأفضل أن لا يأخذوا أسبرين للوقاية. طيب أما دكتور، أخذ الأسبرين للعلاج للمرضى المصابين فهو مفيد. طيب دكتور، درجة العادة في أثناء جائحة كوفيد-19 بأنه الأسبرين، يعني لما بينصاب الإنسان بكورونا لازم يأخذ أسبرين دون استشارة طبية خوفا من التجلطات، يعني لماذا هذه العادة يعني التي تعتبر سيئة طبيا؟ وهل علينا أن نجري فحص يمكن أشعة الصدر وأيضا فحص دم قبل تناول الأسبرين في حال أصبنا بكورونا؟ لم تظهر الدراسات أن الأسبرين وحده يكفي في علاج الإصابة بالكورونا أو كوفيد-19. كوفيد-19 سبب انتشار الأسبرين وما دار حوله أثناء الجائحة العالمية التي مضت حديثا، هو أنه ارتبط هذا المرض بحدوث جلطات صغيرة داخل الأوعية الدموية، ولكن الدراسات أظهرت أن الأسبرين وحده لا يكفي لمنع ذلك. وإذا كان المرض موجودا ومشخصا بالفعل ومؤكدا بالفحوصات اللازمة، فيجب أن يأخذ المريض أو يعطى المريض مميعات للدم أقوى من الأسبرين. طيب دكتور، في الختام، ما هي ربما الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها الأسبرين للأشخاص؟ أكثر شكوى هي حموضة المعدة، ألم المعدة، وأحيانا إذا كانت هناك قرحة والمريض لا يعرف عنها قد يسبب النزيف الهضمي. هذا يعني من أصعب المشاكل التي تتعلق بالأسبرين. في المسنين اللي عمرهم فوق 70، مشكلة الأسبرين أنه يزيد احتمال حدوث النزيف الدماغي وليس الجلطة الدماغية، النزيف الدماغي، وهذا طبعا أيضا سيء جدا. إذن بسبب أنه يسبب سيولة الدم، زيادة في سيولة الدم، فهو يعرض الإنسان إلى النزف الهضمي أو النزف الدماغي، ولا يجوز استخدامه إلا بأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار بهذه
نعم، الاختصاصي في جراحة القلب والصدر الدكتور عامر شيخوني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الدوحة.